طيب عن الكالتشيو الايطالي وعن لقاء الماتادور الاسباني مع منتخب ايطاليا بكره، الحقيقه هيكون كلامنا في الفيديو كونفرنس اللي هيجمعنا بساندرو بوكيو الصحفي بجريده توتو سبورت الايطاليه. طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه الاهلي وبشكرك على وجودك معنا. مساء الخير على الجميع، ومساء الخير لجماهير النادي الاهلي التي يعودون بالملايين في كل العالم. لقاء سائري منتظر هيجمع بين منتخب اسبانيا ومنتخب ايطاليا في دوري الامم الاوروبيه بكره، ازاي بتشوف اللقاء وازاي بتشوف فرص ايطاليا في مواجهه الماتادور الاسباني؟ مباراة ستكون صعبة جدا، تستطيع أن تكون مباراة سارية بعد سيمي فاينال الأمم الأوروبية الأخير وبعد فوز إيطاليا أمام إسبانيا. المنتخب الإسباني منتخب قوي جدا وينتظر هذه المباراة منذ خروجه أمام إيطاليا بالبطولة الماضية، والمباراة ستكون صعبة جدا من الجانب التكتيكي لأن منتخب إسبانيا يملك العديد من الأسماء الكبيرة، حتى وإن كان الدوري الإسباني ليس قوي كما الأيام الماضية، لكن إذا تحدثت مع الأسبان فإنهم ينتظرون هذه المباراة منذ خروجهم أمام إيطاليا من الأمم الأوروبية. هناك ميزة كبيرة جدا، المباراة ستلعب في الأراضي الإيطالية وستلعب على أرض سان سيرو في ميلانو، وهذا ميزة لنا. هل إيطاليا زي ما كان عندها القدرة على تحقيق المفاجأة طبعا في الوقت ده، لأن ما كانش حد منتظر أن إيطاليا يتم تتويجها بيورو 2020، هل شايف أن منتخب إيطاليا عنده القدرة كمان على تحقيق لقب دوري أمم أوروبا؟ نتمنى ذلك، الجميع يتمنى ذلك، أن تفوز إيطاليا بهذه البطولة، خاصة وأنها البطولة الأولى من نوعها دوري الأمم الأوروبية للمنتخبات. مانشيني قام بعمل كبير جدا وعظيم للمنتخب الإيطالي، قام بجمع الجواهر الإيطالية من أجل عمل فريق كبير ينافس على البطولات، فاز بالأمم الأوروبية والآن يقاتل على البطولة الأوروبية الجديدة، ونعتبره أنه قد وصل إلى، لم يكن رسميا، إلى كأس العالم وتصفيات كأس العالم. مانشيني يقوم بعمل كبير. المباراة صعبة جدا أمام إسبانيا، نتمنى الفوز، ولكن سوف يكون هناك سيناريو دراماتيكي نتمنى أن لا يكون ضدنا وأمام جماهيرنا في سان سيرو. لكن إيطاليا إذا وصلت إلى النهائي وعبرت إسبانيا، أقول لكم أن إيطاليا ستتوج بهذه البطولة. اتنقل معاك من ملف المنتخب الإيطالي لملف الكالتشو، والكالتشو يظل واحد من أهم الدوريات على مستوى العالم، لكن كتير توقعوا أنه يفقد جزء كبير من بريقه بعد رحيل أبرز النجوم عنه، رحيل نجوم زي كريستيانو رونالدو، زي روميلو لوكاكو، زي أشرف حكيمي. إزاي شايف النسخة الجديدة من الدوري الإيطالي بعد عدة أسابيع من انطلاقه؟ الكالتشيو الإيطالي يبقى أقوى الدوريات في العالم، مع احترامنا لجميع الدوريات، يذهب من يذهب ويأتي من يأتي. الدوري الإيطالي كان وما زال مدرسة للعديد من اللاعبين. الآن لدينا بعض الجواهر، الميلان لديه إبراهيم دياز، اليوفي قام بجلب كيان ولوكاتيلي، والدوري الإيطالي الآن لديه العديد من المواهب التي قد يصنعون الفرق. يجب أن تتحدث أيضا عن سامبيدوريا، إبراهيموفيتش في الميلان، جيرو الذي أيضا هناك في الميلان، هناك العديد من النجوم رغم رحيل حكيمي ورغم رحيل لوكاكو ورغم رحيل كريستيانو رونالدو، لوكاكو الذي غادر أيضا إلى تشيلسي، لكن الدوري الإيطالي ما زال يبحث عن عودته إلى الواجهة، وأعتقد بعد فوز المنتخب الإيطالي الدوري الإيطالي عاد إلى الواجهة مرة أخرى. وأنت، أريد أن أقول لك شيئا هاما جدا، أن المعدل التهديفي في الدوري الإيطالي أقوى من أي دوري في العالم. الدوري الإيطالي الآن معدل التهديف في كل مباراة أكثر من 3 أهداف. هناك العديد من الدربيات القوية، هناك العديد من الكلاسيكيات، لكن أتمنى أن تعود الجماهير 100%، وقد سمعنا ذلك، والدوري الإيطالي يعد الأقوى الآن.